هي قد برنا وكانت فوقك لما احلى ما نشوفك شوفك برنا وكانت فوقك البرنا وما تحلى الا بتفراعيها البرنا وما تحلى الا بتفراعيها يا البار وليها مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح ناطق مخول بما يأتي: لقد استهدف صواريخ مجرم الحرب الأرعن بوش وأذنابه فجر هذا اليوم مع ما استهدفته من بيوت وممتلكات العراقيين بيت عائلة الرئيس صدام حسين، بيت المجاهدة أم عدي وبيوت بناته الثلاث، ولكن الله العظيم في علاه خيب آمالهم، ومثل ما هو الله حامي مركز الجهاد العظيم العراق والعراقيين ومخيب آمال الأشرار، فإن الله حمى أيضا هذه العائلة الصغيرة وهي جزء من شعب العراق العظيم، ويصيبها ما كتب الله لها، ما يصيب أيضا من استحقاق وشرف الجهاد مع هذا الشعب المجاهد البطل، والله ناصر المؤمنين ومخيب آمال الكافرين الأشرار، والله أكبر.